الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. حلقه جديده متجدده من برنامجكم نمت بلدنا. نمت بلدنا بنجوم نحن حول انحاء السودان المختلفه والمناطق المختلفه. في كل عدد من الحلقات بيكون في ضيافتنا شاعر بنتعرف من خلاله على المنطقه وعلى كل تفاصيله الباديه والمسادير والادب الشعبي اللي بيمثل كثير من تفاصيل حياتنا من خلال الكلمه العاميه اللي هي بسهوله ممكن تصل للمتلقي، وبكون في كثير من الموضوعات من خلالها بيتم تناول المسادير والدوبيت كمان تحديدا. سعيده جدا انه يكون معي في المساحه دي استاذ عصام الترابي المهتم بالادب الشعبي. مرحبا كثير. اهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكريم. مرحبا كثير، وبيكون في تفصيل من خلالك لكثير من النقاط والمحاور المختلفه. مرحبا كثير. مرحب كمان بالشيخ والشاعر الاستاذ ابراهيم احمد محمد اللبيح. مرحب بك. اهلا وسهلا. اهلا بك كثير. يعني بدينا في حلقه اولى تعريف بالمنطقه وبالكثير من تفاصيل البطانه من خلالك. كمان حابين نمشي للمرحله اللي هي علاقتك بالشاعر الصادق والدامنة او الشاعر الصادق حمد الحلال، اللي هو تكلمت في الحلقة السابقة عن فرق السنين بينكم وكيف التقيتوا كمان في البداية. طبعا أنا كنت قلت لك بنظم الشعر صح على الرجل ده، بعد ما أخذت فترة حتى بعد ذاك بقيت أخذ أعرف الشعر وباريته كمان أو جاريته. أيوه. في من الحاجات اللي لفتت نظره طبعا قلت لك في قصة الشباب في فترة من الفترة كده، الواحد إذا ما اخترب وجاب شنطة ما بعرس. الحكاية دي عملت ضجة في العرب لأنه ما متعودين. أنا عالجتها في قضية بين أحمد وعلي الأسامي الرمزية. بتحاوروا في بعضهم. قال عندي قضية بين اثنين دوام في خلاف. كيسين للعدالة وكلمة الإنصاف. علي قال نخترب ونجيب قروش تنشاف، أحمد قال له من لوم الوطن من خاف. علي فات واخترب شان نجمع الأموال، ورجع في العرس يخرب يمين وشمال. حج السر به بتضرب الأمثال، يا أخوانا البلد ما يدير عليها رجال. أحمد قال لي أنا غير البلد ما ليا، وما بخدم بلاد غيري وسوي النية. فجر بدر شال كوريجو والطورية، يعمر في الأرض المطري والمروية. علي قال له أحمد يتقلب ما فيك، وسافر لك شهور تاني الوطن راجيك. ما أقدر أنه قد دايما ناصح فيك، حصادك هذا ما بيجيب لك جدادة وديك. أحمد قال له كسر بموية عز في بلادي، وكيف أمرق وصيبة الكبار وجدادي. أترك أمي وأبوي والتاني هجر أولادي، عيش في الذل وكن حقفت كيف لمراضي. علي قال له أحمد أنت دي ما عانيت، وما تزيد الكلام قل لي بالتحديد، بجيب لك العقد هاك وعدي مني نجيض، وبديك فرصة تاخذ إجازة قبل العيد، بتأشر زيارة والتاني أخذ اللفة، أخير لك من دوام فوق اللهيب تدفى، فكر في النجاح يديمة ماسك الدفة، ما شفنا أن فلسان بكوس للعفة. أحمد قال له الوطن الكبير ربانا ماكلين خيره، كيفين نخترب نوسي من عمر غيره؟ نحن اولاد رجال كل ذل بحس ضميره، الا غل المهور لكل شاف في سيره. لو غررت اترك للسفر طوالي بلقاه العرس موضوع شاغل بالي. يا السامعين جميعا ردوا لي اسال، اليه نترك تقاليدنا وشبابنا يا غالي. اهو احمد بدور ساميه وحكايته غريبه، لكن الشنط ما عنده مال نجيبه. ما ممكن نعزها وتبقى له حبيبه الا يقوم يسافر والبلد دي سيبه. شفته غل المهور الساهي في الشبان، أم البت بالغ والعريس حيران، داير اللوري زاري داير الشيلة لوري وزايد الفنان، ودي الموضة الدخيلة علينا في السودان. يا حليل الكبار اللي كانوا بدري زمان زمن، ولدي الكبير بيبت أخوي رضيان، شبشب وتوب كفاية التالت الفستان، وكوفير والعسل ما كانوا في الحسبان. يعني ترجع بينا على الشعر القديم، يعني شعر التراث، يعني رباعيات اللي بتصيح ديك ومجادعتك انت وشيخ عطيه الدبريش ربنا يحييه من هنا والشاعر المرحوم الصادق حمد الحلال، لما ظهرت البنيه قولوا له امن الرشيد في البطانه الرشيد الرشيد الطاهر. طب قبل ما نسمع منه نعرف كمان تعريف للمجادعات نفسها. المجادعات اصلها مجاره شعريه، يعني الشاعر بيستفز اخوه الشاعر برباعيه يقوم يرد، زي كانها تحدي له في انه يقدر يردها برباعيه في نفس الموضوع
احيانا بيكون فتيل، يعني الفتيل ده معناه تجيبي نفس القافيه، وده معناه لزوم ما لا يلزم، يعني صعب عليك المساله رد، لكن رد بنفس القافيه. أيوة. واحيانا بيكون مجارة ساكت باي قافيه ثانيه. الجماعه ديل فتلوا فوق بعض، اول الصادق حمد الحلال رسل لعطيه لانه البيت اظنها كانت في لالوبهم من في بلد عطيه. طيب عشان احنا ناخذ كمان مساحه ونسمع بارتياح كده، نمشي نشوف عرضه ونسمع اغنيه ونجي نشوف شيخنا ودي اللي بيح ونسمعك ان شاء الله في القصيده. ثلاثه مربعات بقصد العصام دي. طيب نمشي الفنان فرق الصادق وحاجيك نسمع الثلاثه مربع. كم شديت على ظهر البكسر الديها صابتنا بإذن الله بنعديها، قل للرخرخ الريش النعم كاسيه، اموت ما تنيت من عشتنا دربسيها، مما أقوم صغير ما نلجني كارتوت، نجاع كنت فوق ظهر البحر بالصوت، بحلف يمين دايما بصافي بيوت، سايم دم عارف عمر قلب الموت. Oh,
والباب ديدو باب ديدو سيف وماليدو اليوم قلبي جديد اليوم قلبي جديد اليوم قلبي جديد يا وفرح ويا وعيدو عيدو بجر قولي الموقضي ليجد صمات الحريب بيو بردو كسر لقيتي جهلتو المدعدع قهرتو المدعدع قهرتو المدعدع قهرتو كمد الفار في جحرتو جحرتو وجر قولي الموكضب اللي جد صمات الحريب وجر قولي الموكضب اللي جد صمات الحريب وجر قولي الموكضب صوات الحريب شكرا فريق الصادق والمجموعه ولسه متواصلين لما بلدنا. وقبل ما نطلع للاغنيه دي استاذ عصام كنت بديت في تعريف عن المجادعات. نعم احنا دايرين المجادعه بينك وبين الصادق وبين عطيه والدبريش ربنا يطراه بالخير عطيه نحييه من محلنا ده أظن كانت في لوبو ولا في ملح تابعة للمنطقة بتاعت عطية. أيوة. قام الصادق قال له قول لعطية قوتنا الرشيد قال لها إلا الحالة شافعة الأمة يتولاها بناجي الضفدع الواب للعيم بلاها لا من عقدة الليل الحمار حلاها. عطية شاف الصورة وشاف المكتوب رداله قال له يا أبا من الغميد جفع عيني ما طلاها وحركة سير شرايين الضغط شلها شتلت جنة ترقل لا الوضيب تلاها حظي نقلني بطايرة وراي خلها رباعية جميلة في الرد مكافأة للرباعية وفتي الفوق لكن أظن صادق داير المثال يكون من الطبيعة يعني أخذ له تنقنقة كده إنت قمت قلت له اعترض على الطايرة اعترض على الطايرة لأنها بيعتبرها طبعا يعني نرسل الصورة حضرية يعني أيوه انت قلت غلطانات عيون الكتر في عجاب ومن صورة الرشيد الصاب محل قصاب يعدا في النجوم ويضربا في حساب لا من قايم الليل للوقت صلاب تاني جادعته انت والصادق انت جرجرنا سيطان الصادق قال الدرع العقيد على النقيب سفلها خلتني الصلاة الفرضية بتغافلها روحي مدرعها يا هل بتبقى عجلها قاجليها وعلي قطع النصيب يفلها والدلي بيحقى لي أنا يبقى من حالي فيها ما بيقبلها لا صاحب ولا أعضاي بتتحملها الحكمت علي ظروفي ما قابلها تنظر في قضيتي وتابة ما تعجلها الصادق قال ما لي حالتي من دون الخلق مسروحة وزهجانا علي ذاكت الوطن مطروحة نفارتنة ما متعت في روحة عليها بحاكي غرادة بل المجروحة والدلي بيحقى لي مجلول ليلة ذاته وقصة مشروحة فاتت حالتي حاله وقالوا نوح من نوحة في باب زهرة الروضة العبيرة يفوح جانا غفيرة قال الوقفة مي مسموحة الصادق قنب القلب أمس الليلة ضارب ضربا وعيني والتغمد قنبا اتحربا في قين من الغالي الطبايع بخربا اسقان المرير الغير ما بين شربا والدلي بيحقى لي اللمعا بروقه ولسه حيبات كبا ما لحق الفريق يا دوب شرة ولبا من حسن الملاك الجار وما بتغبن عيني ونومة الليل اللذيذ انسبن الصادق قال كان قج الشروك برزق برا مقسوم ما كان عيني بعد اللجة تسنق نوم كشفت تمري ولقيته عجيب خير مكتوم مسك قلمي وكتبت سعيد وأصبح شوم وده اللي بيحقى لي أنا أبامنا فوق كرعية واقف أحوم أصبح جسمي بالي وحالي مو مفهوم حكم علينا أعلن بالسنين مو اليوم ظلمنا وقالوا حكم الظالمين ما بدوم صادق قال بخط له رسوم وبدخل مكتب البرطاني يصير مظلوم تخج العبر بورداني عادل الوحايح يا الهي تراني شوف مريد وتبرد عقرب اللاسعاني دلحق انا ببامنا غرت ساجع الاغصاني عكر مقلتي وبالنويح وصاني جودي يا خالق الطير والانس والجاني شوف الرايد وقلبي وما ببيه زماني
الصديق قال لها عضايا ابتلت يا الراقب يكسرك نفوس الحي وطير الريده نازل طيرك جليل الحكمه واصل بالطبايح سيرك سمحه وفاهمه ما اجتمع عن قبل لغيرك ده اللي بيحكي لها كفلك عالي عينك صيد وقبض ضميرك عن نافيه تبروف السمح تحويرك رب القدره ابدع صنع في تصويرك خلقك ايه للغناي صعب تفسيرك صادق قال انا يا عالم الاسرار معي حساسه وسويت هنفلانه مع ضميري دراسه اصاباتي وتلف روحي الظهر لنقاصه برع الدنقلاويه النزل بانصاصه اللي بحق لها مشتوله الكول الخول الكسر تراسه حلكت روحي من رؤياك كيف خلاصه اللي غرد بلومه بفوق فوق دباسه مهره معبده مرق الضحي لنحاسه صادق قال عينيه كيف نومن في هنا الحصحاصه ومسيت فاقد التمر الشرق مصاصه ناجية من العيوب ما درعوها جراسة كل يوم ود معزم سمي أبو محاصة ده اللي قال لها رتعت فوق عوالي وقمحت قناصة تنقط في التلوب ما جالست مراسة الخلت قلوب الحي كتر هلواسة راجيها الجمال من ناس بسينة وراسة يا سلام ده نموذج كده للمجادعات سمعناه ولسه حنسمع إن شاء الله منك كتير شاعرنا ود اللي بيح وعن علاقتك كمان بالصادق ودامنا ولسه معانا كمان أستاذ عصام الترابي ولتفصيل كثير من النقاط المتعلقة بالدوبيت والبادية والمسادير نمت بلدنا لسه متواصلين معكم إن شاء الله بعد فاصل قصير لكم من جديد نمت بلدنا ولسه نحن من منطقة البطانة البادية وأيضا الدوبيت والمسادير وكثير فيما يتعلق بالشعر العامي اللي هو يسهل التواصل مع المتلقي من خلاله. أستاذ عصام يعني في حديث عن المسادير أو المجادعات يعني طبعا بتكون ملم كثير بشعر ود اللي بيح. أيوة الحقيقة هنا دارين نعرج عرجة بسيطة كده احيانا المجادعه ما بتكون رباعيه برباعيه احيانا مصدار يجي مكافل يا مصدار ليش ايوه مصدار كامل يجي رد لمصدار عبد الله وحمد الشوراني شاعر البل يعني شاعر الجمال المشهور اللي اخذ منه دكتور عون الشريف قاسم في كتابه اللهجه العاميه في السودان قالوا استدل باشعار الشيخ عبد الله وحمد الشوراني في 600 موضع لمعاني الكلمات فعنده مصدار بيقول اسمه مصدر الشراد يا شيخ ابراهيم ما جاي رد ايوه بقول ابتقز الحكار امه الفحل مو فالته مربوط عدى شهرين ودخل في تالته خلتني مجنون ليله فوق حالته سمحا مستحق تغعب المغادر نالته منسول العنانيف الوبرته نظيفه وقال له الشراب سيتله العليقه خفيفه الخلل بيسلج عنده مني مخيفه فهما معتني وسمحا طبيعته عفيفه ياب قنف العنيت رزم المزرق رعده خشبك دقه من زورك جناحك بعده سيدك كان يتم أمل وظروفه الساعد وعازم بكرة حواله شديدة يوعده سهرانا مساقد وجفني ما يقول أجوج أحسب في النجوم والعادي حولي سوج يسمى منه لي جمر الكمين مقجوج دهب برتة وحرير نافشة وقطن محلوج الشراد يناتل في الرباط حد ليله عارف النية سفرة وليها شامك حيله الشاغل الفكر تاتاي مشيوي حيله ناير ونادي عالي على الشباب سكيلو أرجيت الفجر ودعيني جافي منامه صليت الوقت هام بالشديد وقيامه أنا والمقدر البدب الهياج وزيامه عابين سفرة لأني إلت السحابة وشامه عرج هنا على الصادق قال زميننا الصادق الفي الغافية شارح ماتن عماله حواويشه المشمم فاتن بالمصع وجريك الخلة سرجك راتن قريب ليه فلانة والزولات جمعت شتاتن يا قارحتي وسماد المقاشر الحايم قافيت العريض بين القمح والنايم البيدريبة يومك كله تمصع عاي مريل شارفة كارفة دعاش بروق ورشايم شيخ خط البطانة ووارسين سلفاك عقبت منازل لخروس حسكتك فاق رقق ضميرك وحرش يومك ولاك قرب يا قارح مدرع الكرفت هواك قايد القود بعد ما يكون مشيها عينين مثل لوحة البصر عقب الطريفيين ختم المصرف الشراد جوال سوتنين وقصده اليوم يشوف حورية من العين أها الصادق كافاه بمصدر بيقول فيه شو الصادق طبعا هنا لما اندجى وصله طبعا زي ما قلت المصدر بيوصف الحاجات الجبيه هو الطريفيين والعريض وبيذكر الاماكن وماش طبعا
دائما وشديد يعني ماشي لحسناء معينه والصادق عقبه برضه لحسناتهم اللي هناك واحده في هريره واحده في مشيد اي ده جا لتريره وده عقبه ماشي كمان رد الجميله بتاعت مشديده بيقول سوج من الليل ودنقت الشمر والثلج وعارف الليل رفرف قلبنا اللي كان دلج بعيدة لتيبة الحقن مصمارا علج كم ما نشوفها هم من فوقنا ما بتبلج بكبر لي رغبة الفرض وهي توازيلي والظهر وسج الحمد ما تمشيلي وقت النوم لفك علم شديدة وكيلي كيف ضمان في ضراعك كزازي زميلي نزحت الهندي وبتل المراش الصدر شعم هبر رسنه سرع منه الرباط والقيد هيا يا قاري حلقنا الختاف عبيد مبيتك يا هجين الدر صرايت مريد بخيت الخطو برقت وشديد مقاربو رفع سرج وفرشق عشان محاقب كاربو خلف حسك وتكل كعب اليمين فوق غربو قمز الريال الضرع الهويدة مجاربو نويت بالسفرة وعدت الكريم مختار يجيلاني قدام القوي السفار كبر الحل عقب القاري حفقار فاجر وعنده للأرض الوسيعة سحار تصانة والنديوات النظيف كركابه صاب العيش معيرة كله فوق سردابه سوت خمشة الكتح العجاج يكلى أبو داري واغل الحافظ الغدور وغيابه جيت فوق المشايخ عندي شمك الحيل أولاد مطرق العزة ومغاتي الخيل ملكة لندن مغفرا بحوم بالليل عليها بضوق القاري عذاب الويل أديت السلام للحار وناوي السفرة جبت وحولق السمع المقاشر الصفرة بالريبة غنم جبر المراد القفر عليها السولة بشي وحبجرية طفرة أتعدى الكباري والسفلة بحوفية وضرع البونة والصعت هو الباكرية تورم درع فلق بالوطن مروية نيتي ونيتي مرواحة شديدة عشية خلت عدى السبع والقلعة العريضة يمين وخلى السرج مثل دق الموسيقى رطينه داير واغل اللبس علمنا اي داير الكاهل يا للكافي اللبن ينعرف لغرينه داير واغل اللب اليبس لحمنا حنينه نعم. عقب الناجحي ود القاري حفقار يا سامع اني داي من عقرب الحفار داير واغل اللين السماح كبار كان تبرد عظامنا الوجه فيه النار بين الضربه والاي عقب الغيط صب الدين كان مشاشه معول وفي دلعه الكثير قال نبر اي بتهول دايري واغل الملك عليها مع أول قبال الطوارف والنهار تحول بين الضرو والمارين بجاته الشاقة وتحضر لها بيدا حديد ميراقة قصبة من سحطين مرعودا دقة عن كوليبة من قصبة المسيخة واللاقة داك شرف السمير اضطر له من قدام جمع بقجة دي كربدة اللبى الحوام واغل الغيرة ما خلت قمارا قام لابسة تاج مذهب وصلت غايد عام زوالات الصقيع المسمى بعشاش جاه يسوي دلع الفارس الهواش الليلة مسلاح نضربة مو خراش منشوف العشاء ونجلس عمرنا نعاش داك شرف الدقن يا ود عزاز النوق جسمك حارب اللسة وسرقت السوق ما دام الإمورة تحلحلت من فوق أمان الليلة ما تضوق كيف وتوجد زوق قناطير الصقيع جاه الغريري مشور زي قار حروين اللي وحيش ومدور قصد الجرح نازف في فوادي معور عفيفا في مرام الساحة مو متهور عجيلات العجل وحد بصر وخرهن وحبوبات وليميس بعيدة دخرهن وقت العائغات رب العباد زاخرهن الليلة بلبب من السمحة عنده خبرهن هس عجاتك الفزر بصقيح تماكنا وتحضر لها الشوحة بحفافة داكنا انحلت مرنا طولت متعكنا هيا ليه جدية الريل أم حسايسن ساكنة هنا قال له دي قبة عزيز طار الصباح الخير ياهي يسوي لعب الصفة قال لا بقير جلوسنا عشية عند الكيف ومودي فير حالي سكرته عندي ووافر عند الغير حوشن مدرسة البيلقون جروا ليداته كوش منه تيس جبر الكبار شبحاته ناشف ما عرق وتباهل مدوماته راكز فوق سجده حرار تماته جد ختم القهاوي وقصرها الجمهوري نغشاه نسلم ولا نمشي ضروري كاجرن منسل من عظام الحوري يا نفس الصبر لازم عشية الزوري بيت ود القبيلة الغادي من كبوش برك عنده جمل فرش مو هتوش جانا متلبل في عرض مو منبوش رجان السرير شيخ العرب مفروش عامر يدلو قرحل قلنا من الشد بدوهن علوقا بالتشاطم مد لا عامر يضلوا
متضرر خلالهم طوله ما بينعد من بيت العزيز ليه العلوقة مد قال الشوح بيهيق ولا داير الكض الشمر ضبح واقفين يقضوا غروده بسرح شبر الحسب ان تماني جدوده واقف لي كرم ضيفه وبذل مجهوده مو عارف قلبنا بشاشة ليه مريوده قضى من لازمه شدينا العزاز وعوادي من الطبقات جمالنا في السجار من جاضي ماسكين ذكرة الستات قريبة وغادي قال لي أنا ديم ديلك كهرب النادي كبوش الكريم بيشه مضر ضرب لينا وقال يوم بخيت لازم تبيتوا علينا قلنا للسماح وقتا قريب شدينا داعينا الرئيس من بدر السلينا عقبنا المدرسة وخشينا كبد الملة ماشيين بانبساط من غير غدادة وعلة سلام يا ضابط المجلس صعيد الحلة نديم زاوات جلس ناسا عظام وأجلة أرجان الحرس عن بابه واقف بررة قال لينا الدخول هنا بالإذن مو شرة قلت لي كلم اللينا مغراما حر جاتنا التات نستنا السبات بين مرة وأمرت يدلوا زمل الشاي من الشد ويدوهن علوقا بالطشاط ومد طايبنا وقدنا الزوق وما بنعد باب المكتب القدامي فوقنا نسد خشينا القصر جانا النسيم والهيف وقفت لي كرم صيد المحل والضيف حكرت لي القلاية العودة مو هالليف دفست روسنا لا من دفقا في الكيف أن جمع عن خلاص من الشتات أفكارنا ماسكين ذكرة الستات ونكوي سيارنا مع صيد الصيب الليلة مغراما غرنا تايهين في الكيوف لا من قبضنا حمارنا جابت عدة البن الصباح ببشاشة ودور صندل البكريها مو غباشة قلبت نقنع عن مستور وجاهد عاشة مضروب الصبر لمن اندخر وتراشة يا الشيخ الصحي السطوات وما بين عدن واقف للجماع لا من ودع لا من واقف للوداع لا من جمعنا الشدن الظهور بعد خمسات الأيام مدن حسيت بركائز قلبي تبا هدن وعدت الظريفة وقلبي سوى الهوبة ويا نوح عيني أمسد بالسهر منكوبة كم شقوت في لوح الأزل مكتوبة ما والفته عقب العمر ملعوبة غيد المملكة بتايات قضم وعدني وضاع صبري القوي ونومي اللذيذ أبعدني الشاقيت بعد رب العباس ساعدني هو صف الختاني وانا الزمن صعدني ده مزدار مقعد عليه مزدار رد او رد لو يعني مقعد عليه طيب لسه حنتواصل معاكم بس حنمشي للفنان فريق الصادق والمجموعه ونجي ان شاء الله نرجع لكم مره ثانيه Yeah.
غريب الرشاش وطلع المال فيك المشاش وضرب وضرب المعاش يا ملعيش ليه ملعاش وهليلة الباقي دولة ضربوا شكرا الفنان فرج الصادق والمجموعه. واستاذ عصام يعني لما نتكلم عن المسادير يعني تكلمنا عنها كتعريف, نشوف بعد كده العناصر والطريقه نفسها اللي بتقال بها المسدار, وممكن في وقت واحد يكتمل المسدار ولا بياخذ زمن, تفاصيل اكثر عنه. المسدار طبعا عنده عناصر زي ما انت تفضلتي وقلتي, ما كل المسادير زي موضوع واحد, لكن غالبا موضوع واحد اللي هو رحله بجمل في اتجاه محبوبه. والشاعر يعني بيبدا يصف في جمله اول حاجه وفي نسل الجمل عشان ياكد انه هو المطيطه دي مطيه يعني هجين اصيل يعني وحر كده, ويبدا بعد ذاك يصف في سرعته وفي طريقه الحركه وكده, ويبدا يصف في الجغرافيا والطبوغرافيا بتاعت المنطقه, ويبدا يصف في المعالم الانسانيه والاجتماعيه في الطريق, ويتكلم في الأثناء دي عن لواعج أشواقه ودواخله, ويتكلم عن سرعة الجمل ويعرج ويخرج ويرجع في الاتجاهات المختلفة بتاعت العناصر دي لحد ما يصل ديار المحبوبة. أكيد على حسب المسافة بعيدة ولا قصيرة, مش كده؟ حتى لو كانت قصيرة أو بعيدة هو وصفه لها بيكون تقريبا المسادير كلها يعني متقاربة في الأطوال يعني. الشرات ده كمه 90 رباعية أظن, لكن في مسادير 28 رباعية وكده. مسدار جوز رجب مثلا شوية قصير, لكن يعني العناصر الأساسية هي العناصر. بعد ذاك عدد الرباعيات اللي تتكلم عن مشاعر الشاعر أو وجدانه أو أشواقه أو حنينه أو شعوره بالألم من الفراق وكده وإعجابه بإعجاب, دائما يتكلموا عن الجمال بإعجاب شديد جدا. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت, تكلموا عن سرعتها وعن شمائلها وعن حرارتها وعن إنها بتنسب لجدود وأمهات يعني. حتى القوة والسرعة بتاعت الجمل دي ما جات من فراغ, إنما أتت من يعني كروموسومز وجينات يعني أصيلة متوارثة عبر آباء وأمهات وكده. وفي النهاية يصل للمرحلة بتاعت الوصول عند دار المحبوبة, بقى هناك بيوصف في المحبوبة, بيكون وصف تاني, وصف في حسن الاستقبال, ويوصف في اوقات يعني ممتعه جدا بيقضيها, تكون كانها هي حكايه المتلقي لما يسمع المسدار. بتصور الشكل العام للرحله ولحد ما يصل الشاعر. نحن نشكرك جدا استاذ عصام الترابي للتوضيح ولتفصيل كثير من النقاط المهمه والمهتم بالادب الشعبي, وشكرا لك كثير شاعرنا الشيخ ابراهيم احمد محمد اللبيح ود اللبيح, شكرا لك لوجودك معنا, وان شاء الله لسه عندنا كثير من الموضوعات حنتناولها معك ان شاء الله في الحلقه التاليه. وبنشكر كمان مشاهدينا تابعونا في حلقتنا دي من نمت بلدنا, لحد ما لاقيكم في امان الله وحفظه.